العامل الاساسي للاسنان اكيد طبعا لازم في التقويم بالذات وغير التقويم لازم تغسل سنانها دايما. لا ان شاء الله تبقى تمام ان شاء الله تبقى تمام. ده بيقول انت يا ماما اللي عايزه تكوين. اه بيقول مش ينفع خلاص كده بقينا تيتا خلاص مستريحين هو كده يا دوب اصلا. ربنا يديك الصحه. والله اخوها كان قاعد بره كان لسه يبري سنينه بس يلا بيقول هيبقى يجي عند الدكتور مره تاني. اه عادي يا ستي بنشوفه بعدين اكيد هيجي مع وقته دايما ولا والله بيطلع الشغل ده هو هنا بظروف كده قلت له ادخل فجر مره تاني كان على وش الشاب كده خالص. يلا ربنا يعينه يوفق خير يا رب. يعني على بميل كده يا ما نفسوش واضحة معاك؟ اه ان شاء الله. أنا ما بقول كلامه.